وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج. نعم. وعن زهدم بن مضرب الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له هلم، فتلكى، فقال له هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. نعم. وهذا الحديث فيه دليل على إباحة لحوم الدجاج، لحوم الدجاج، وأنها من الطيبات. فإن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، ميمون بن قيس الصحابي الجليل، قدم الطعام وعليه لحم الدجاج، عليه لحم الدجاج. فدخل عليهم رجل من تيم الله، اسم قبيلة، فتلكأ الرجل من أكله، فدعاه أبو موسى الأشعري فأمره بالأكل منه لأنه حلال، وبين له أنه حلال، فدل هذا على إباحة لحوم الدجاج. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد. لكن ربما أن هذا الرجل لم يألف أكله، وهذا موجود إلى الآن، بعض الأعراب وبعض البادية يأنف من أكل الدجاج، وإذا قدم له دجاج يغضب ويزعم أن هذا ما هو بقدر له، لازم يقدم له، ولا أيضا يقبل لحم، يجاب له لحم، لازم يقدم له ذبيحة، ذبيحة مذبوحة من أجله. فالحاصل أن الناس، يعني عادات الناس ما هي بحجة، عادات الناس ما هي بحجة، وإنما المدار على الأدلة الشرعية. وكما سبق لكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين، والأصل في الأطعمة الحل، الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه، لأن الله قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فهو مخلوق لمصالح العباد، فالأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه ودخل تحت القاعدة، إما أنه نجس والأدلة دلت على تحريم النجس، أو أنه مضر والأدلة دلت على تحريم المضر. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لا ضرر ولا ضرار، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. هذه هي القاعدة، أن الأصل الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه أو دخل تحت القاعدة، بأن كان نجسا أو كان مضرا فإنه حرام. والدجاج من الطيبات، وأكثر ما أكل الناس اليوم الدجاج، إلا أن الله جل وعلا في هذه الأيام انتقم من الناس، فظهر فيه ما يسمونه بهذا المرض، عقوبة للناس، فامتنعوا منه، وصار فيه شكوك وخوف، صاروا يخافون الآن من الدجاج، يخافون من الدجاج، فهذه عقوبة من الله جل وعلا. وكذلك الدجاج الآن، يعني حول ذبحه شبهات، لأنه الدجاج المستورد حام حوله شبهات في كيفية ذكاته، فإنهم يذبحونه بطرق غير شرعية، الذين يصدرون لحوم الدجاج يذبحونه بطرق غير شرعية، كالماء الحار أو الصعق الكهربائي، فيموت من غير ذكاة، لأنهم لا يقدرون على ذبح الكميات الهائلة إلا بهذه الطريقة، يصعقونه فيموت جميعا، أو يدخلونه في ماء حار فيموت جميعا. فإذا صح هذا فإنه حرام، لأنه بغير طريقة شرعية، وإذا لم يصح فإنه يكون من المشتبهات،
فالمسلم يتجنبه ويأكل من الدجاج المذبوح على الطريقة الشرعية في البلاد. والحمد لله الدجاج الآن صار فيه مزارع وإنتاج للدواجن بكميات قد تكفي حاجة المملكة أو تقارب الكفاية. فالمسلم يأكل مما لا شك فيه ويتجنب ما هو مشكوك فيه. نعم.